بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا حق حقه وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. اللهم جنب الجزائر الفتن منها ما ظهر منها ما بطن. اليوم يستوعبني لاني قلت ان هذه الخبات حابين يديروا الشيء اللي ما حبش علينا ربي سبحانه. حبوا جوعونا جوع الأمة الإسلامية، جوعوا كل خوتنا، داولنا كاع دراهم، خرجوا الناس بالخدمة ويقولوا واحد كيما هذايا هو عنده غطاء سياسي تاعو وطني هو استئصالي، وحب ينتقم الشعب هذايا، حب ينتقم الشعب هذايا بكل وسيلة ومن وسائل الدولة. هو على باله بلي مجرد ان ديكلاراسيون دو برانس خلى كل الناس تخمم كيفاش يوصلوا لاكتوبر او نوفمبر. من المستحيل يا ويحيى، من المستحيل انت وسعيد ديالك كونوا في حوله برك، وقولوا لا بوليس ما نخلصوكمش. كونوا في حوله وقولوا للترك الوطني ما نخلصوكمش. كونوا في حوله، سربتوا كل الاموال الخزينه لسيادكم شواكلكم تاع العسكر باش ما يكونوش انقلابات في الجزائر، باش حنايا تجي تقولوا لنا نتوما مجرد ديكلاراسيون دا بريس تقولوا بلي يا ما كاش دراهم وممكن ما تخلصوش. استوعبني بزاف الامر هذا. انا منكم، انتم تعرفون انا الابن البر قسما عظما، غير نتحداك يا ويحيى، نقسم لك غير بالله غير نتحداك. وانتايا واللي دارك واللي راه يستهزا بك وذلك الشطرنج، او ذلك الشطرنج يلعب بك كيما تحب. ما على كل حال واش يقول عنده الحق. نورمالمون ويحيى لو كان بوتفليقة كان واقف على رجليه ما يعاودش يرجعو. ويحيى ولادو في زوج سيدي ملياردير، هو سيتا ملياردير، سرق ونهب دزاير ودار اتفاقيات مع الإسرائيليين. نورمالمون ما يجيش وزير أول ما يعاودش يرجع. بصح شكون اللي رجعو؟ بيسك بوتفليقة ما يهضر ما والو، والله يعلم ميت، والله يعلم كما الناس يتقول. هادي في فرنسا ما يقولوا هكذا. كان حاجه واحده اخرى، سعيد بوتفليقه علاش راح لفرنسا؟ راح في سريه تامه، راح يشوف السلطات الفرنسيه. فهمونا نفهمو، إلا كتاكل باش تولي بريزيدون، على الجثث تاعنا قبل، أقتلنا، أقتل كاع 40 مليون،
و15 مليون فيهم سي دي جون. ويلا نهضر كادوك ال 15 مليون عباك بلي العسكر تاعكم ما يديروا والو، لا جوندارمري ما يديروا والو، لا بوليس ما يديروا والو، راهي 15 مليون عباك. واش معناتها 15 مليون؟ 15 مليون تحت السن 35 سنه ما يخدموش، ها 15 مليون في بطاله ياكلوا كاع الجزائر. خمو شويه يا الدواب يا اللي خرجتوا الناس من الخدمه وما تخلصوهمش، خمو شويه باسكو هذاك يعاود يدور عليك. والبوليسيه المره هذه ما مش راح يوقفوا من جهتكم، ما تنساوش باللي داروا لا غريف هما لا بوليس، داك عندها 5 سنين ولا 6 سنين ولا، شكون وقف معاهم؟ الشعب اللي وقف معاهم، ما تنساوهاش هادية. والبوليسيه يوقفوا مع الحق ومع الجزائريين، ولا جندرمي تاني توقف مع الحق ومع الجزائريين. واش عندكم؟ عندكم العسكر طز طز في العسكر، راي عندكم 15 مليون، 15 مليون شاب تحت 35 سنة ما يخدموش. ويلا نادو هاد 15 مليون يطربقوا عليكم الجزائر كاع كيما راهي. السلام عليكم.